بدأ سامي قمصان مسيرته مع ساحرة المستديرة في قطاع الناشئين الخاص بنادي غزل شبين بالمنوفية. كان دائما ما يحلم بالنادي الأهلي وارتداء الفانيلا الحمراء، وقد شاءت الأقدار أن يلعب قمصان للمرة الأولى في تاريخه أمام المارد الأحمر، إذ أن النادي الأهلي قرر خوض مباراة ودية مع نادي غزل شبين. تمسك قمصان بالفرصة، أراد أن يثبت للجميع قدراته، قدم أداء مميزا أمام أعين لاعب الأهلي ومديره الفني حينها ألان هاريس، مما جعله يلفت أنظار المدرب الأجنبي الذي طالب إدارة القلعة الحمراء بالتعاقد مع اللاعب. من خلال تلك المباراة ذاع صيت قمصان، مما جعله مطمعا للعديد من الأندية، منهم من قرر منافسة الأهلي على ضم اللاعب، إلا أن قمصان رفض وتمسك بحلم اللاعب للمارد الأحمر. نجح الأهلي في الحصول على توقيع ابن 19 عام مقابل 85,000 جنيه، هو رقم كبير في عالم الانتقالات حينها. وقع للأهلي أثناء تواجده بمطار القاهرة الدولي، حيث كان مع بعثة منتخب مصر الأولمبي، فوقع على انتقاله للأهلي قبل السفر مع المنتخب، وعند عودته رفقة المنتخب الأولمبي سافر إلى تونس من أجل اللحاق بالنادي الأهلي والمشاركة معه في البطولة العربية. انضم سامي قمصان للأهلي بداية موسم 95، استمر كلاعب في صفوف القلعة الحمراء حتى موسم 2001، حيث لم تكن بدايته مع الأهلي سهلة، خاصة وأن المدرب ألان هاريس الذي طلب التعاقد مع قمصان رحل عن الأهلي وتولى بدلا منه مدرب أجنبي جديد هو راينر هولمان، فضلا عن أن الأهلي كان يمتلك لاعبين كبار في نفس مركزه. لعب سامي قمصان مع الأهلي 5 مواسم بدءا من موسم 95-96، وحتى رحيله عن النادي الأهلي عام 2001 حقق 8 ألقاب، فاز بلقب الدوري المصري 4 مرات، كأس مصر 2 مرات، دوري أبطال إفريقيا 1 مرة، البطولة العربية 1 مرة. ترك قمصان بصمة واضحة مع 4 أندية مختلفة لعب لها، هي الأهلي ثم بلدية المحلة ثم الإسماعيلي وأخيرا نادي أسمنت السويس، هو آخر الأندية التي لعب لها قمصان قبل أن يعلن اعتزاله عام 2008 ليبدأ مسيرته التدريبية.